السلطان على الباب، خليه يفوت. ما شاء الله، الله يرجعك بالسلامة. الله يسلمك. حضرة السلطان حابة أقدم لك هدية متواضعة قبل ما تتركنا، مشان تاخدها معك وتتذكرنا فيها. شو هذا؟ زكي زاد عارف أفندي هو اللي خط هذا المصحف بإيده. أنا بعرف قدي بتحب قراءة القرآن وخطط لك إياه مثل ما بدك، دار باله عليه كتير منيح. قدمي لمولانا. ما شاء الله طالع حلو كتير. شكراً كتير على الهدية، كلك ذوق يا خديجة. على كل حال كنت ناوي أقرأ سورة الفتح قبل ما أطلع، نصيبي إني أقرأها بالمصحف الجديد. ما بدي أخذ من وقت جلالتك أكثر من هيك، عن إذنك. إذنك معك. بلبان، من وين بيكون هرب الواطي؟ خلينا نروح من هون. اسمعوا، لا ما عندي وقت ضيعه معك. احكي بسرعة قبل ما اشلك راسك من بين كتافك. شو بدك تعمل بالسم؟ سم شو هاد؟ انت عن شو عم تحكي يا رجال؟ انطق انطق بسرعة قبل ما اخلص عليك. ما بدي اعرف انت عن شو عم تحكي بالاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. احكي. اقطع خليل، اقطع ولا ترحموا له المنافق. سم شو هاد؟ أنا ما بعرف عن شو عم تحكي أنت. عم بقول لك احكي بسرعة أحسن لك. والله العظيم احكي قبل ما أقطع لك الثانية. ما بعرف شو ناوي تعمل بهداك السم. ما بعرف ما بعرف ما بعرف. معناتها رح بلش اقص لك اصابعك واحدة ورا الثانية. انت بتعرف لمين رايح هداك السم. أحمد، أحمد،
أحمد! أحمد! مين أحمد الطاولة؟ سلطان أحمد! سلطان أحمد! روح على القصر بسرعة! واترك لي هالواطي لألي! كل الوزراء ومسؤولي الدولة ناطرين تشريف معاليكم يا مولانا. مولانا انت منيح؟ انا منيح منيح. لك شو صار مع هالمرأة الفارسية المجنونة هي؟ ملينا ونحن عم نستناها. بشارة حلوة، سلطانكم ما رح يقدر يطلع من اسطنبول باللي بقي من حياته. عملتي عملتك يا عقربي ومشي الحال. أكيد بتعرف قصة العقرب والضفدع ما؟ العقرب طلع على ظهر الضفدع مشان يقطع مجرى النهر، بس الضفدع قال له ليك إذا بدك تقرصني وإنت على ظهري رح نموت نحن الاثنين سوا، وبنص النهر ما قدر يتحمل العقرب وقرصه للضفدع. وقال العقرب للضفدع أنا آسف هي طبيعتي. يعني السمجة بنتيجة؟ فضلك يا معلم خليل، مثل ما بسطتني اليوم أنا حابة رد لك الجميل. وكيف رح تردي لي يا بقى؟ بقول لك وين مكان لدربة. امبارح شفتها بعيوني التنتين. إذا كان كلامك صحيح رح أعطيك اللي بدك إياه. وين شفتيها؟ مين خطفها؟ تعرفي هالشي ولا لا؟ رح تعرف بس تشوف ديلبر وتحاكيها. لا تلعبي بأعصابي، احكي. متخباية بتكية شيخ أفندي. بتكية؟ بعرف طريقة تكية بلاطة بلاطة. صار شاهين الحقوني. دستور مولانا المعظم معالي السلطان أحمد خان. السلام عليكم. وعليكم السلام. صدر الأعظم إبراهيم باشا، شو الوضع؟ الجيش الانكشاري ناطرين تشريف معاليكم على أحر من الجمر يا مولانا. معناتها ما بدنا نخليهم ينتظروا أكثر من هيك. يلا تكلنا على الله عز وجل. الله يجعل بكل خطوة بركة يا رب. نادي لك الحكيم؟ ما في داعي، ما في شيء. إذا بدكم فيكم تستريحوا شوي،
قلت لك ما في داعي يا صدر أعظم. خير خليل، شو في؟ حرامي، حرامي سرق مصرياتي. الشغلة مو مستاهلة كده هالقد، عندي أخبار أهم. أنا لقيتها لدي البر. وهي وين هلا؟ قاعدة بتكية شيخ أفندي. أنا رايح لهنيك وراح أجيب دلبر معي، وبالمرة راح خلص على هذا الحقير يلي تجرأ وخطفه. امشي معي. مولانا، مولانا جناب السلطان. جيبوا الحكيم لهون بسرعة. جناب السلطان مولاي طمني، انت منيح؟ مولاي شو صار معه؟ مولاي يا قائد الحرس، روح خبر رئيس الحكامة خليه يجي. شنابك لا تخلوا حدا يفوت لهون. مولاي انت منيح؟ مولاي شو صاير مع مولانا؟ ما بنعرف شيء، اغمي عليه فجأة. رئيس الحكمة كنت جاي لعندك. سمعت بالخبر، وينه مولانا هلا؟ يلا مشي معي. وينك لهلا يا رئيس الحكمة؟ مولانا وضعه صعب كتير. أول ما سمعت بالخبر اجيت جناب الصدر الأعظم. لا تحكي كتير، شو شبه مولانا؟ من إمتى هو بهالحالة؟ قبل شوي كان عم يشكي من شي، كان تعبان شوي. قلب مولانا ما عم ينبض. انت عارفان شو عم تحكي؟ انت رئيس الحكمة هون ورح تشفي لمولانا بأي طريقة. ما رح ارحمك، بدي اقعد معك. جناب الصدر الأعظم، خلي إيمانكم بالله كبير، ربنا عز وجل رح يحمي لنا إياه إن شاء الله. بعد إذنك خلي رئيس الحكمة يشوف شغله. لكن يلا يلا. متأكد إنه دلبر بالذكية؟ مثل ما اني شايف هاي الشمس قدامي. ما هذا المكان اللي بتروح عليه السلطانة خديجة دائما؟ وانا شو دخلني؟ هذا الشيخ افندي قدر يخلص الصدر الاعظم من بين ايدين الاهالي، يعني انا قصدي صار من المقربين للصدر الاعظم. وانت شو دخلك بقى؟ معلم خليل، بلا ما نفوت بنهار رح ننمسك، خلينا نستنى للمساء وقتها بناخدها، ولا مين شاف ولا مين دري. ايه المصارع خليل عم يحكي صح، خلينا نروح بالليل. ليك ولك، انا بدي دلبر، بدي اياها هلا. مو تكون بتكية، لو بتكون تحت سابع ارض. فهمان علي شو عم اقول؟ انا ما بفهم. انا رايح هلا، إذا بتحبوا تجوا معي
أو ضلوا هون عم تستنوا الكلب الهربان من صاحبه. الله يسلم إيديك يا فنان. قال ما أكلت ولا شربت بس مشان تلحق الهدية. هذا شرف إلنا يا سلطانة. يلي بيهمني إني نفذ أوامر معاليكم. أنت فرحتني كتير بهالإنجاز. تفضل. شكرا يا سلطانة. سلطانة في مصيبة. شوفي فريدة، شو القصة؟ السلطان أحمد. شو بس السلطان أحمد؟ معلومك السلطان مقرر يروح على أوسكودار، بس قبل ما يطلع من القصر وقع بين إيدين إبراهيم باشا وفقد الوعي. دخيلك يا ربي. أنت منيحة سلطانة؟ فريدة قولي لي الحقيقة، ما ماتنا هيك؟ للأسف في من هذا الحكي. سلطانة، سلطانة مشان الله طولي بالك. يا ربي يا ربي دخيلك ساعدني. لا لا أكيد ما مات، أكيد أنت سمعتي غلط. سلطانة وقفي، جيب لك الدواء تبعك. لا أنا ماني محتاجة دواء، أنا رايحة لعند مولانا. سلطانة بترجاكي لا تتوتري. بعد عني، إذا هلأ ما توترت إمتى بدي أتوتر لكان؟ ماني مطمن. لا تقلقوا، الله سبحانه وتعالى رح يحمينا مولانا يا باشا. آمين. خلينا ندعي له. آمين. آمين. يا ربي دخيلك ساعدنا واحمينا معالي السلطان. يا رئيس الحكمة شو الوضع؟ قلب مولانا بلش ينبض. بس نبضه كتير ضعيف. شو يعني؟ ما فهمت عليك. مولانا عم يعاني من مرض جناب الصدر الأعصاب. هو كان يشتكي من المرض أحيانا، بس هلأ وضعه مختلف. شو هالمرض؟ شو هالمرض هاد؟ ليش نحن ما عنا علم؟ حدا يعرف. يا قائد الحرس، نادي كل الحكمة الموجودين بالقصر، جيبوا كل اللي بيشتغل بالطب. بأمر معاليك سبحانة. على ما يبدو أنه مرض مولانا تقل عليه أكثر وصار لازم نعطيه دواء. مولاي انت عم تسمعني؟ انا اختك السلطانة خديجة. بترجاك يا اختي سامعيني،
دنيا وآخرة. اجا الوقت يلي رح ننتقل فيه لرحمة ربنا. بترجاك لا تقول هيك. جناب الصدر الأعظم، ما لازم يضل حدا هون، مولانا لازم يضل لحاله شوي. ايه معك حق، صحة مولانا أهم كل شيء. مولاتي بطلي يا سيدي، بطلي يا خانو. إذا بدك رح أحكي مع الصدر الأعظم بموضوعك وبترجع إلى خدمته مرة تانية، اتفقنا؟ إذا فكرت أني أخدم حدا ما رح أخدم حدا غيركم شيخي. نحن بوظيفتنا ما بدنا حدا يخدمنا، إلنا وظيفتنا نحن نخدم الناس. اسمح لي إبقى عندك. أنت بتعرفي ما منقول لحدا روح، ويلي بيروح ما منقله إبقى. الفايتين والطالعين من هون كتار، وأنا ما بدي إياكي توقعي بشي مصيبة. معلم خليل لهلا عم بيدور علي. يا بنتي اذا المعلم خليل عرف انك موجوده عندي هالشي ما رح يكون منيح مشانك. برايي خليني نروح اشرح الوضع لصدر الاعظم، القصر في امان اكثر من عندي. اعمل اللي بتشوفه مناسب. بتدوروا لي بكل مكان. العمى هذا شو عم بيعمل هون؟ عم شم ريحتها. مرونة يا جماعة، شو لازمكم؟ قلي لشوف وينو هذا شيخ بون. وانت شو بدك من حضرة الشيخ؟ قلي أمانة عنده، والأمانة اسمها تلبر. الحقير عرف مكاني، يا ربي ساعدني، مالي خيرك. عمتي شو صاير؟ قلي لي بابا شو؟ إذا دعينا له رح يكون أحسن شخص. ليكي وشو كيف دبلة؟ وشو مصفر كتير؟ رح يصير منيح. عم نعمل كل شي بيطلع بإيدنا، بس وضعه مثل مالك شايفة. بس ما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة. لا تبكي يا بنتي، هي إرادة ربك، مو طالع بإيدينا شي غير إننا ندعي له بالسلامة.
بدي بابا يتحسن بترجاكم. يلا اترك الحكم ما يشوف شو. تعال اسمعوني يا بشوات، ما بدي اي حدا فيكم يطلع من هون، وما بدي الطير الطاير يقرب من القصر، ومن هلا ليتحسن وضع مولانا ما بدي حدا ينطق بحرف، واذا سمعت اي كلمه انا بعرف كيف بدي اتصرف. كل الحق علي انا، لو ما تركت تبريز واجيت لهون ما كان صار يلي صار. خلصني من هالعار يا ربي، خذ روحي وخلصني من هالعذاب. يلي صار صار مصطفى باشا، ما في داعي تلوم حالك. مولانا بين الحياة والموت وانت عم تفكر بحالك. أعوذ بالله، بعيد الشر عنه. بس إذا مولانا صار له شيء، أستغفر الله. جناب الصدر الأعظم، شو رأيك إنه نخبر سمو الأمير محمود بالشي اللي صار؟ لا أظن هلأ ما في داعي للعجلة. عفوا إبراهيم باشا، إذا الجيش الانكشاري سمع بحالة مولانا هالشي ما رح يكون منيح أبدا. إذا سمو الأمير محمود رح يستلم الحكم ما شاء الله ما شاء الله، طلعتوا كتير متلهفين يعني كل هالوقت وانتوا ناطرين موت السلطان احمد خان. استغفر الله جناب الصدر الاعظم، انت فهمتني غلط. بس ما بتخلي حدا يخطو خطوه واحده من هون لحتى ارجع، رح حاسبك لك. ليكو عم يصلي خمس دقايق وبيخلص. شاهين شو؟ هدول عم يخططوا لشي، ديروا بالكن منيح. اسمعوني منيح، يا عم نروح والبنت معنا او مناخذ ارواحكن. احكوا لشوف وين حاطين دلبر. نحن ما منعرف حدا اسمه دلبر. نحن ما لازم نحكي شيء اللي بيخطر ببالنا، لأنه بيحل محل الدعاء. هو بالساحة هلأ؟ ايه بالساحة. لا تقلقي رح نلاقي حل. لك وينه هالزلمة؟ ها؟ بس ما يكون خايف منا. شيخنا ما بيخاف من حدا، ما بيخاف غير من الله اللي خلقه. وانت شيخك لهلا ما شافنا. طول بالك هلا بيجي. اخرسوا.
مولانا لهلأ ما صحي. للأسف يا باشا. إبراهيم بترجاك تعمل شي، بابا كتير تعبان، بابا عم بيموت. معقول يطلع بإيدي شو ما أعمله يا فاطمة خانم؟ أبوك هو أبي كمان. بترجاك خليكي هادي شوي. كيف بدك يعني إهدى إبراهيم باشا؟ وإذا ما صحي أنا خايفة كتير. طولي بالك. الوضع ما بيطمن، بس أجدادنا علمونا شغلة مهمة كتير. هي الدولة أبدية وما رح تموت أبدا، وحمايتها أهم من أي شيء تاني. الحق معك سلطانة، إذا مولانا لا سمح الله صار في شيء لازم نخلي سمو الأمير محمود يستلم الحكم بسرعة. وإذا حدا سمع بمرضه؟ سلطانة أنت لا تاكلي هم، أنا أخذت كل الاحتياطات اللازمة. بابا صار له شيء؟ يلا استعجل، هات الدواء بسرعة. وينك لهلا يا شيخنا؟ صار لنا ساعة منستناك. واستنى شو فيها؟ هذا وقت الصلاة. أنا ما بحب الانتظار. شو ساوي لك؟ كنت عم صلي. طالما أنت جاي لهون بدون ما تاخد إذن معناها لازم تتحمل وتنتظر. وين حاطين دلبر؟ احكوا لشوف. بتلاقوها بالمكان اللي تركتوها فيه. خير إن شاء الله. مبين عليك رح توجع لنا راسنا كتير وما رح تحكي. صار مرني معلم، دوروا بالغرف وإذا اضطر الأمر بتقلبوا المكان فوقاني تحتاني. يلا واقف يا أخ، ما بيصير أي حدا يفوت لهون بدون ما ياخد إذن. أنا بفوت. احكي يا رئيس الحكمة، شو بك ما عم تحكي؟ هون ما رح تلاقي حدا غير هالشخص يلي بالقبر. طلع بقى. أنا مالي شغل بالميتين.
على ما يبدو الميتين تبعكم ما بيقعدوا عاقلين. هيك هن الأولياء، بس أنت ما رح تفهم. ما في داعي للخوف دلبر، جيت من شان أخذك لعند جوزك. يلا صعد يا كلب. إذا ما بتقلي وين البنت بدبحك هون بأرضك. شايف أعصابك كتير هادية. لأنه نحن هيك تعلمنا من كبارنا، كانوا يقولولنا دايما الشيخ اللي بيخاف من الظلام ما راح يقدر يوقف قدام الظالم ويقول كلمة حق. تعال معلم خليل، لقينا دلبر. آغا، لقينا دلبر. هاي البنت منين تعرفك؟ اه تعرفني من زمان، من زمان كتير يا معلم خليل. معناتها انت اللي خطفتها لدلبر؟ ما اتركوا البنت، اتركوها مشان يعيش الاغا تبعكن. يا جماعة الوضع ما بيطمن أبداً. الله يستر. في شي حدا طلع من الديوان؟ لا يا جناب الصدر العظم، مثل ما أمرتونا ما خلينا حدا يطلع. ليك على الصدر العظم، عجبته الفكرة اللي قلت له إياها. طيب أنا شو بيعرفني إنه راح يصير فينا هيك؟ قلت إذا سلمنا المدينة راح نعمل صلح معهم. وشفنا الصلح. أساساً أنت ذكي كتير بأمور الدولة وسياساتها الخارجية. مصطفى باشا، أنت عم تتجاوز حدودك. إذا عرف أحمد خان رح يعلقني على المشنقة. لا تخاف يا شيخي، ما حدا رح يلمسه لأنه السلطان بيحبه. والله ما راح تغير علينا يا شيخي. مولانا أنت مالك مرضان وصحتك ما فيها شيء، بس في ناس حطوا لك السم وهذا سبب حالتك هي. شو عم تحكي يا خليل؟ مين بده يتجرأ ويعمل فيه هيك؟ واحد واطي اسمه المعلم خليل، ويلي دعمه هو الشيخ زادة، ومعلم خليل بنفذ له كل أوامره. شو هالحكي اللي عم تقوله يا ابني؟ مستحيل، أنا والشيخ زادة أصدقاء ومستحيل يعمل فيني هيك شيء. هالشي صار قدامي يا مولانا، ويلي عم تقودن وحدة لقبها حسناء فارس وهي راس الفتنة. حسن آغا، شو القصة؟ من الصبح ونحن عم نستنى أحمد خان ولهلا ما بين حدا. ناس عم تقول طلع من القصر وناس عم تقول لا. أغوات اصبروا شوي، مولانا السلطان رح يتأخر شوي كمان. وليش يعني؟